بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخوان الكرام، معكم جمال للعقارات المغربية. نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. إخوان الكرام، احنا كنتواجدوا في منطقة سهل اللي كتبعد من مدينة سالا بواحد تقريبا 24 كيلومتر اتجاه سد مولاي عبد الله. غادي نصوروا لكم واحد الارض فلاحيه اللي المساحه ديالها 6 ديال الهكتارات. اخوان الكرام، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش نكتشفوا هذه الارض كاملين. واهلا وسهلا بكم اخوان الكرام. اخوان الكرام، هذه هي الطريق اللي كتجي من ثلاثة غبال، وهذه اللي كتجي من الكاموني. هذه ماشي الطريق الرئيسيه، ولكن طريق دايزه في الدوار كما كتلاحظوا اخوان الكرام. والارض هي هذه اللي غنصور لكم دابا. هذه هي الباب ديالها، بسم الله على بركه الله. فيها واحد البنايه كما كتلاحظوا، بسم الله اخوان الكرام. هذه هي الارض، الدخلة ديالها فيما كتشوفوا هذيك البنايات، هذيك الديور تما، راه القدرون جايه ودايره لهاد الارض هذه شده على هاد الشاطو ديال الماء اللي دايزه في الترك. بلاصه مزيانه ممتازه شده على القدرون، دايره دايره السكان. وهنا كاين واحد الدار البديه كما كتلاحظوا اخوان الكرام، خاويه الدار هذه، يمكن لها الاصلاح، يمكن لها تريب، يمكن لها الانسان يستغلها بزاف ديال الحوايج. اللي مهم فيها هي شده على القطرون كما كتلاحظوا اخوان الكرام. المساحه ديالها 6 ديال الهكتارات محفظة، كاين الضو، فيها الضو، كاين البير يا كاسم، كاين البير ديال الماء. هذا الخبيزة تبارك الله شتها تاكلها عار هكاك. البلاد كلها مغبرة، كلها مغبرة الغبارة، وي ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. مزيانه شاده على القدرون، لسه ما كاينش بيست. هذه سكون هنا كاين شي كوري لتحت ياك؟ كوري، هذا كوري كما كتلاحظوا اخوان الكرام، ومكازا ديال ومكازا ديال العالف، وسكنه الفوق ياك، سكنه الفوق، سكنه الفوق، ثلاثه البيوت. مزيان داخل الضو، يلاه يجعل البركه. هذا خير تبارك الله، هذا زيتون، زيتون 400 شجره، 400 شجره ديال الزيتون تبارك الله، 400 شجره ديال الزيتون. أرض دايرة عندها، دايرة بالقدرون تقريبا ياك السي، دايرة بالقدرون، يعني عندها جوج واجهات، شوكة، شوكة، لكن 400 شجرة ديال الزيتون، وداير تبارك الله الغرفة، داير نورة، نكرر إخواني الكرام، كتبعد على مدينة سالا بشي 24 كيلومتر، على طريق قدرون، طريق ثلاث غبال اللي كدي من ثلاث غبال. تقول من الرباط تقريبا شي 35 كيلومتر من مدينة الرباط، شد على القدرون. سميتها الدوار اسي احمد؟ ولاد بورزين. ولاد بور... ولاد بورزين، ولاد بورزين، دوار ولاد بورزين، يعني قريبة للسوق الأسبوعي ديال السهول، الأربع، الأربع ديال السهول، هي اللي مشات هوك. الدرك هو هذاك الحد ديالها، هو الدرك. هذا الزيتون اللي دايرين هنا بوحدو. ما شاء الله. هادي زرع. يشوف كيف تزون ياك، انت مربيهم. تبارك الله. ما شاء الله. شنو دير الناس؟ هادو ديال البلاد عندي كيلعبوا الكروك. كيلعبوا؟ كروك باش
اش كيطلع بالموتور كيديروا تير الموتور بحال هكا صافي مقابر انا الدراري اش كيديروا ودير علامه رد بالك ما شاء الله تبارك الله غزاله الارض اسامه غزاله تبارك الله هذه اللي فيها الزرع لا مازال باقي الكتان ديالها عرفت ما هي اللي المهم المهم الحد ديالها هو الزيتون ديك الدار البيضاء كما كتلاحظوا اخواني الكرام الدار البيضاء هي الحد ديالها هي الحد ديالها وحطات مع درك ومشات حتى قطعت الشانطي لها هي قطعت الشانطي لان دايره بالشانطي بالقدرون إخواني الكرام نكرر المساحة ديالها 6 ديال الهكتارات محفظة فيها البير فيها الضو فيها واحد البناية ديال 3 ديال البيوت ومكازا كوري دايرة بالقدرون من جوج جهات كما تلاحظوا إخواني الكرام القدرون هي هذه اللي دايزة جاية وكاينه طريق منها كتخرج للكاموني عاوتاني بلا ما تدور على العرجات يعني بلا ما تدور على العرجات كدور للكاموني ديريكت لان عندها الطرق جوج ديال الطرق مشات اخوان الكرام كتفوت ديك البيت لهيه اللي شاده قدرون تما عاوتاني كذلك عندها يعني جوج ديال الطرق شنو هو هذا سعد دير هذا ولا شنو تيو ديال الماء كتقولي دير استراسيون ديال الماء سي بون وهذا الزيتونه تبارك الله اللي بغى يضرب في الظل ديالها شي برد ديالها تيكون هو هذاك مشات اخواني الكرام كما كتلاحظوا حتى عند ديك الدار الحمراء ودارت الشاطو اللي هيه كاينه قدرون مشات على ديك الدار حتى هي دايره بالقدرون رينا هادي واقيلا فارينا تبارك الله كما كتلاحظوا تبع 400 شجره ديال الزيتون اللي تبع عندك الدار